بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأخوات السلام عليكم، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أجي نستافدو. هذا الفيديو غادي نشوفو قواعد احتساب التعويض عن العجز المؤقت. العجز المؤقت هو ديك الراحة اللي كيعطيها لك الطبيب اللي كتريحها سواء في المرض المهني أو حادثة الشغل، كتكون 10 أيام 20 يوم 30 يوم في حالة ما الشركة إلا ما خلصاتكش. غنوريكم كيفاش الطريقة ديال الاحتساب ديال حساب هذا المدة. بالنسبة لهذه المدة عندها علاقة مع الأجرة السنوية ديالك، يعني كتمشي عند الشركة ديالك الموارد البشرية كتقول لهم عطوني طلبوا لي من عند لاسيرونس ورقة تأمين اللي فيها الأجرة ديال سنة قبل الحادثة. كما كتشوفوا هنايا هذا المثال، هذا تاريخ الحادثة فهادي في 2004 17/9/2004. أجرة الضحية سنة قبل الحادثة هي 30,000 درهم، يعني هذا السميق 2500 درهم فوا 12، يعني 2500 درهم فوا 12 عطاتهم 30,000 درهم. بالنسبة في القانون كاين إلا كان شي واحد كيخلص قل من السميق راه كيطلعوا له الأجرة السنوية لهاد 21,914 درهم، وفي حالة ما كان يتجاوز واحد بحال السالير ديالو كان مليون ولا كان مليون ونص كيتزوج الحد الاعلى للاجور راه كيتم التصحيح ديالو، كيتم التصحيح ديال الاجره السنويه سواء كان قلب السميك سواء كان كثر بواحد السي عاطيين هما اللي غادي نطرقوا له ان شاء الله، كيكون شي 95,000 درهم و515. بالنسبه لهذا عنده مده العجز المؤقت، يعني ريح 20 يوم ديال الراحه وما تقاداش اجره، يعني ما تقاداش اجره في يوم الحادثه. المهم طريقه الحساب هي هذه، باش كنعرفوا الخلصة ديال النهار ديالو كنشدوا الأجرة السنوية كنقسموها على 12 كتعطينا الأجرة الشهرية، يعني 2500 درهم. بعد ذلك الأجرة الشهرية كنقسموها على 24 يوم، كنحيدو السبت والحد 24 يوم، يعني هي غادي نحيدو الأيام العطلة، نحيدو أيام العطلة، يعني غادي تبقى هي 2500 درهم مقسومه على 24 هي 104.16 درهم، يعني هذه هي الاجره اليوميه غادي نضربوها في 20 يوم 104 درهم غادي نضربها في 20 يوم وغادي نضربوها في 70% او دو تيير ديال هذاك، حقاش لاسيروس ما كتعطيكش 100%، كتعطيك 2 على 3 من الرصيد ديالك باش نتفاهموا. التأمينات كيعطيوك دو تيير ديال السالير ديالك، يعني غادي تشدو ديك الأجرة ديال 104 دراهم ديال اليوم واحد غادي نضربوها في 20 يوم غتعطيك الأجرة ديال 20 يوم، وغادي نضربوها في 2 ونقسموها على 3، يعني هي 1388.8. ومادام الضحية ما سلمش اجره في يوم الحادثه، يعني 104 دراهم يعني ديك 1388.8 زائد 104 دراهم فاصلة 16 عطاتهم 1492. اذا 1492.96 هو الاجره، يعني او القدر اللي غادي يجيك في ديك المده اللي ريحتي في 20 يوم. يعني انت يا السالير ديالك 2500 درهم، الاجره اليوميه ديالك هي 104 دراهم، عطاتنا ضربناها في 20 يوم ضربناها في 2 على 3، لان التامينات كتعطيك دو تيار ديال السالير ديالك، عطاتنا زائد 104.16 درهم الاجره اليوميه لانك انت في يوم الحادثه ما خلصتيش، اذا غادي تجمع اليوم الحادثه زائد ديك 20 يوم وعطاتهم الأجرة الكاملة اللي هي 1492.96. كيبان لي كل شيء واضح. إذا كنشكركم على المتابعة في انتظار تساؤلاتكم والتعليق ديالكم والمرجو الاشتراك في القناة والدعم لتعم الفائدة. إن شاء الله انتظرونا في فيديوهات جايين غادي نهضروا على التعويضات العجز الدائم وكيفية الحساب ديالو، وان شاء الله من غادي نساليو هاد الطرق التقليدية غادي نوريكم الطرق بالتطبيقات
يعني كتدخلوا المعلومات وكيعطيوكم جميع المعلومات فيما يخص التعويضات. وشكرا.